تحديد تعلن انطلاقة سباقات الهجن العربية الأصيلة من نقطة البداية، ألا وهي 5 كيلومترات، التي تعلن معها انطلاقة واندفاع ثاني أيام بداية موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلاقة سليمة وموفقة بعون من الله ثم بجهود اللجنة العليا المنظمة لهذه السباقات التي تقام تحت هذا الدعم الكبير والتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والمتابعة المستمرة من سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. هكذا تعلن البداية، هكذا يبدأ هذا الصباح الجميل مع هذه الشعارات الأجمل والمميزة والألوان التي دائما وأبدا ما تعطي نكهة لسباقات الهجن التي دائما تتواجد بالمنافسات القوية مع الأسئلة. المركز الأول، تقدم الظافر، انطلق الظافر، تقدم مع هملولة لهجن الرئاسة، يتقدم علي بن جميل الوهيبي، الله يا المركز الثاني، ايضا تنطلق الحذرة مع المركز الثاني، تتقدم لهجن الرئاسة، يتقدم راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثالث الشاهنية، ايضا لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري ايضا في التضمير والمتابعة. 1200، وبدأ التكتيك وبدأ التخطيط وبدأت الأوامر. بوذياب ما شاء الله في الانطلاق في الهجوم وفي الدفاع، يتواجد مع الحذرة، يتواجد أيضا مع الشاهنية. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، وهملوله أيضا لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي. بينما المركز الرابع مياس ايضا لهجن الرئاسة يقدم عيسى بن احمد بن مايد الخيالي، ولكن ما زالت الحذرة وهملولة مع المركز الثاني، وهنالك الشاهنية مع المركز الثالث، ولكن الحذرة التحذير من هذا المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم المستحيل مع شعار هجن الرئاسة، شعار لا يعرف المستحيل. 400 متر أخيرة، ما شاء الله، انطلقت الحذرة، و300 متر الأخيرة، يسرني ويشرفني أن أهني هجن الرئاسة مع هذا الصباح الجميل. ما فيه أحلى من هالصباح، صباح جميل، صباح مميز، صباح النواميس. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على فوز الحذرة في الشوط الأول الخاص للمحليات الإبكار لسن الإذاعة. تهانينا لهجن الرئاسة ولحظة الوصول. المركز الثاني هملولة أيضا لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي. ثالثا الشاينية لهجن الرئاسة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري. ورابعا مياسة لهجن الرئاسة مع عيسى بن احمد بن مايد الخيالي. وخامسا ايضا القادمة سرابة لهجن الرئاسة ايضا مع عيسى بن احمد بن مايد الخيالي. اذا متابعينا الكرام في كل مكان، كان التحذير الاول من قبل الحذرة مع الشوط الأول كما تشاهدون. نحن بانتظار التوقيت الزمني وعلى الكادر الآخر انطلاقة ثاني أشواطنا للبكار المهجنات، بانتظار التوقيت الزمني
وزميلي سالم بن علي الحبسي مستعدا للتعليق على مجريات الشوط الثاني المنطلق في هذه اللحظات عبر الهواء مباشرة. 7:46 ثمان أجزاء من الثانية توقيت الحذرة. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري، أيضا اللي في المركز الثاني والثالث أيضا لهجن الرئاسة، نقدم لهم التهنئة والناموس باختلاف إخواني والإخوان المضمرين. علي بن جميل الوهيبي مع حملولة 7:54 بينما اللي وصلت في المركز الثالث توقيتها الزمن الشاهينية لهجن الرئاسة اللي وصلت مع المركز الثالث أيضا مع المستحيل بوذياب 7:56 ست أجزاء من الثانية. هكذا هي النتيجة النهائية للثلاث المراكز الأولى بتوقيت الزمنية. شوط المهجنات الأصايل.